أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا في بلد ليس فيها علماء، فهل لي أن أفرغ أشرطة العلماء وأقرأ كتبهم لتعليم الناس التوحيد وبقية العبادات؟ أولا يعني ينبغي له أن يعنى بالمطبوع، بالمكتوب والمطبوع من كتب العلماء، لأن الكتابة المحررة تختلف عن الكتابة الارتجالية، عن الارتجال، تختلف عن الارتجال، فالذي يحرره العالم ويكتبه ويتثبت فيه يعني غير ذلك الذي يأتي به ارتجالا، لأنه أحيانا قد يحصل سبق لسان ويأتي بعبارة أخرى ما أرادها. لكن بخلاف التحرير فإن الإنسان يتأمل ويتبصر ويعني يتريث ويكرر القراءة ويكرر المراجعة، فيكون ذلك محررا. فالإنسان عليه أن يحرص على أن يستفيد من هذه الكتب أولا، هذه الكتب المحررة هي أولى ما يشتغل به وأولى ما يعتنى، وهي أولى من الأشرطة. نعم الإنسان يستفيد منها لا بأس، يستفيد منها، لكن كونه يشتغل باقتناء الكتب المحررة لهؤلاء العلماء لا شك أن هذا أكمل وأفضل، وله أن يعني أن يرجع إلى تلك الأشرطة ويستفيد منها. ولا شك أن الجمع بين هذا وهذا خير على خير ونور على نور، لكن أهم ما يكون أن الإنسان يعتني بالكتب المحررة لأولئك العلماء، مثل كتب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني هؤلاء العلماء الثلاثة الذين نفع الله بهم، نفع الله تعالى بعلمهم وبكتبهم المحررة. فالإنسان يرجع إلى تلك ويقتنيها ويستفيد منها، ولا بأس أن يستفيد من الأشرطة. فالإنسان الذي يكون في بلد ليس فيه علماء يقتني مثل هذه الكتب وهذه الأشرطة للعلماء، وأيضا يكون على اتصال يعني بهم أو بمن يعني يمكنه الاتصال بهم عن طريق التلفون، أو كذلك يعني الرجوع إلى مؤلفاتهم، وإلى إذا لم يستطع الحصول عليها فإنه يمكن يحصلها عن طريق شبكة المعلومات الإنترنت، فإن كثيرا من المؤلفات موجودة في هذه الشبكة وهي متيسرة لكل أحد في أقطار الأرض. نعم.